بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في عالم لا يعرف غير لغة الأقوياء، وما لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. إبراهيم كرجل اليوم يشير إلى هذا المعنى ويقول: تركيا تنتزع حقوقها عنوة من أفواه الذئاب، في إشارة إلى قوى الغرب التي تغطرست لعشرات السنين بل ربما لقرون، والتي تنمرت على العالم الإسلامي والعربي وأظهرت له بشاعة منقطعة النظير. ماذا قال إبراهيم كرجل؟ أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. يعنون إبراهيم كرجل اليوم قائلا: انتزاع تلك القوة من يده عنوة، أي الغرب. الغرب يهزم أمام كبره. بداية الزلزال الجيوسياسي. نحن من لون القارات والأقاليم، ونحن رائحتها وقوتها. يتابع كرجل: لقد كرر الرئيس أردوغان كثيرا من الجمعية العمومية بالأمم المتحدة شعار العالم أكبر من الدول الخمس الكبرى، في إشارة للدول التي تمتلك حق الفيتو أو النقض، وهو الشعار الذي يضع تعريفا لعالمنا اليوم أقوى من أي وقت مضى. وعندما ذكرنا أردوغان بهذه العبارة في وقت انتهت فيه حالة الطوارئ العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا، لكن بدأت فيه حديثا تظهر نتائج الكورونا الجيوسياسية، كانت تلك العبارة بمثابة تحذير للعالم أجمع وقراءة واستشراف للمستقبل. تمزق مساحات سلطة النظام الغربي، الحلفاء حذرون. يتابع كرجل: ذلك أن مساحات سلطة النظام الغربي تتعرض للتمزق وتنتزع من أيديهم عنوة، تلك السلطة العالمية أحادية الجانب التي لا يريدون أن يشاركوها مع أحد، وتمحى صورة أمريكا وأوروبا التي لا تنافس والتي ليس لها حدود، كما أن تقاليد الاستعمار التي يرجع تاريخها لقرون والتي دمرت العالم كله تتعرض اليوم لزلزال عنيف، وينهار أيضا العالم ذو المركز الأطلسي ليحل مكانه عالم متعدد الأطراف، فلم يبقى مع الغرب أحد سوى دول الاستعمار المخلصة، بل وحتى الدول الحليفة للغرب أصبحت تنظر بحذر لكل مبادرة وخطة ومقترح يطرحه الغرب، كما تستعد كل دولة حتى ولو كانت حليفة لمواجهة التهديدات المعلنة والخفية القادمة من الغرب، وهي الاستعدادات التي ربما تكون لمواجهة أكبر تهديد قائم بسبب حالة الغموض التي يعيشها العالم في حساب ما ينتظره مستقبلا. يقول إبراهيم كرجل: الغرب يخسر القرن 21 واحتكاره للسلطة وحربه على الإسلام. أدعوكم لتتابعوا بدقة كل ما يتعلق بالمصادر والأسواق ورؤوس الأموال والتركيبات السكانية وممرات الطاقة والتجارة والتوريدات والأمن واستعداد كل الدول للمستقبل والتعريفات السياسية والجيوسياسية الجديدة التي وضعتها كل دولة والتحركات العسكرية الاستثنائية وكل ما يخطر على بالكم من غير ذلك. يتابع كرجل: سترون أن كل هذه المجالات خرجت من السيطرة الأمريكية الأوروبية، وأن تلك الأمم بدأت تبحث عن طرق جديدة سعيا منها لتأسيس كيان أمني بعيد عن الغرب، كما ستجدون أن الغرب أصبح عاجزا عن ضمان مستقبل كهذا، وأن كل خطط الشراكة التي وضعها للقرن 21 إنما هي مبنية على خطة استعمارية جديدة، وهي الحقيقة التي أدركها العالم. ذلك أن أكاذيب أمريكا وأوروبا في القرن 21 استمرت فقط لعشرين عاما، ولنكررها: لقد خسر الغرب القرن 21 واحتكار السلطة بسبب حربه على الإسلام. يتابع كرجل: العالم يثير كبر الغرب وجوانب ضعفه ويدفعه للدفاع، ولقد بدأت الدول غير الغربية وكأنها تدعم أمريكا وأوروبا في حربها على الإسلام، وهو ما كان من أجل هذه النتيجة. لقد هزم الغرب أمام كبره. أما تلك الدول فقد أثارت جوانب ضعف الغرب تلك وحولتها إلى سلاح. لقد احتمى الغرب أولا بالمحور الأطلسي بعدما دخل في حرب ضد الحضارة الإسلامية،
وجعل من العالم كله أعداء له باستثناء الدول التابعة له، لكنه اضطر لاحقا للانسحاب والدفاع في مواجهة القوى التي اكتسبت قوة مستفيدة من الفراغ الذي خلفه هذا الصراع، ذلك لأنه فقد منذ وقت طويل الفرصة على إيقاف هذه الدول بالقوة، وهذا هو السبب الوحيد لتركيز أمريكا على منطقة المحيط الهادئ بعد آسيا الوسطى والشرق الأوسط، وتشكيلها جبهة جديدة في المحيط الهادئ بالتعاون مع بريطانيا تحت مسمى أوكوس، وسعيها لاستمالة دول المنطقة نحوها. يتابع كرجل: نحن لون القارات والأقاليم ورائحتها وقوتها، في إشارة إلى تركيا. فماذا يعني إذن ارتفاع الصوت الذي يقول العالم أكبر من الدول الخمس الكبرى؟ وأي عالم تمثله تركيا؟ ولماذا تطلق تلك العبارات والاعتراضات القوية؟ ماذا تسعى تركيا لفعله؟ تساؤلات يطرحها كرجل ويتساءل عنها الكثيرون. إن هذا ما يشغل العالم وما تطرح وسائل الإعلام في أمريكا وأوروبا الأسئلة حوله، وهو الذي يعجزون عن تفسيره لمن داخل تركيا، كما أنه الشيء الذي يضحون به في سبيل النقاشات التافهة ويريدون عرقلته بتعنتهم، وهو الشيء الذي يصيب أصحاب الوصايا بالجنون. إن الجمهورية التركية وريثة الإمبراطوريات والمحور الرئيس للأرض، وتحمل خبرة تاريخية وجغرافية وحكومية وجيوسياسية وقوة وهوية حضارية يرجع تاريخها لمئات السنين، كما تحمل لون القارات والأقاليم ورائحتها، وهو ما يعتبر تقليدا سياسيا. إن الجمهورية التركية هي دولة سلجوقية وعثمانية، حتى وإن بدا في الظاهر أنها مرت بنقاط تحول، وهي تضم المنطقة كلها للأناضول وحسب، فهذا تقليد سياسي واستمرارية الدول، ومن المستحيل التغاضي عن وجود دولة كهذا في وقت يعاد فيه تشكيل العالم بهذه الطريقة. ولو كانت الدولة العثمانية لم تتمزق وتخسر الحرب العالمية وتغير نظام إدارتها فقط وأصبح اسمها الجمهورية التركية، لكانت تركيا فعلت الأمر ذاته مطلع القرن العشرين وتحركت مجددا بطموحات كبرى. يتابع كرجل: لقد استنفدوا قوتنا لا طموحاتنا، وهذه هي مشكلتنا الوحيدة. لذلك تواصل تركيا مسيرتها من حيث توقفت، وفي الواقع فإنها تغير موقعها لتستقر في المركز بطفرة قوة كبرى في الوقت الذي يعاد فيه تشكيل العالم. الغرب ومن داخل تركيا مذهولون، ماذا سيكون الآن في هذه الأجندة السرية؟ وهذا هو ما أدهش الغرب، فلقد ظنوا أنهم بسيطرتهم على تركيا سوف يستطيعوا أن ينسوها هذه الطموحات ويدمروا تلك الجينات السياسية، وأن الأنظمة التي أقاموها في تركيا لعشرات السنين كانت كافية لإيقاف تركيا، والآن فإنهم عاجزون هم ومن بالداخل عن إيقاف تركيا رغم كل هذا الغضب، إذ استطاعت تركيا تحويل المناخ الذي شكله الغرب وأن تبدل موازين القوى الدولية وتخلق منها فرص استثنائية لتبني قوة صاعدة جديدة. لذلك فإن الذين يقاومون هذا التطور بالداخل الآن لا يفعلون ذلك من أجل هوية أو حساب سياسي، بل من أجل إيقاف تركيا، فكل كلامهم في هذا السياق يعتبر ستارا يخفي تلك الأجندة السرية. إن الكيانات الكبيرة التي تتخفى تحت مسمى المعارضة تجر للحرب من أجل هذه الأجندة، ولقد حاكوا مخطط كبير وخطير للغاية لاستهداف المخلصين من أبناء الوطن. يتابع كرجل: وطني الشعب الجمهوري، قومي الجيد، متدين السعادة، الليبراليون والأتاتركيون، تركيا ستكون مفاجأة القرن الواحد والعشرين وستهز الحزام الأوسط والمحور الرئيس للعالم الممتد من سواحل الأطلسي إلى سواحل الهادي. إن مصدر اعتراض العالم أكبر من الدول الخمس الكبرى هو تمرد جذري وهوية التاريخ والجغرافيا وفكرة المستقبل، ونحن الدولة الوحيدة التي تمتلك كل هذه الخبرات والإمكانيات، وينبغي أن يحظى هذا الصعود بدعم كل من يحب وطنه تركيا، من مخلصي حزب الشعب الجمهوري إلى قومي الجيد وإلى متدين السعادة، من جماعات أتاتركية إلى الليبرالية، وهم بلا شك سيقدمون هذا الدعم في اللحظة التي يدركون فيها الفخ الذي نصب لهم. يتابع كرجل: صحيح أن العالم أكبر من الدول الخمس الكبرى، تركيا هي محور العالم، إن تركيا ستخبر العالم بعبارات قوية
وستقدم على خطوات جيوسياسية جذرية للغاية، وستكون الدولة المركزية للقرن 21، وهذا هو السبب الوحيد لطفرتها الاستثنائية في مجال القوة، لأنها تحتاج للقوة أولا، فهذا ما عشناه بألم شديد مطلع القرن الماضي ولن نعيشه مستقبلا. نعم، العالم أكبر من الدول الخمس الكبرى ولم يبقى سوى القليل، فهذه الخريطة يعاد تشكيلها. إن تركيا هي محور العالم ولم يبقى سوى القليل، فهذه الخريطة كذلك يعاد تشكيلها. بذلك يكرر وينهي إبراهيم كراجل ما كتب اليوم عن تغير موازين القوى في العالم، وأن تركيا تنتزع عوامل قوتها من أفواه الذئاب. أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.